اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب، واموركم تكون بخير يا رب ان شاء الله. انا الحمد لله كان يوم مهم جدا بالنسبه لي. راح تعرفوا قريبا ان شاء الله، نشارككم هذه الحاجه لانها شويه بيرسونال، صح بلا مشاركه يعني على باليش. بس على الاهم انه ديسمبر حيكون شهر معمر ان شاء الله بالانجازات اللي عندها سنين وهي تطبخ، يعني الانجازات اللي احنا نوصيها هي عندها سنين وهي تطبخ، وراح كل حاجه it will make sense. انه امير عاش غبتي علينا على شهادي على شهادي، حتفهموا راح تفهموا هذا الشهر، راح تفهموا بزاف حاجات ان شاء الله. يعني ديسمبر وجانفي راح تعرفوا بزاف حاجات. وشوفوا مشروعي جديد، مازال وحده فيكم ما قالت لي شنو هو، يعني راح تتفاجئوا، راح تتفاجئوا، راح تقولوا كيف ها وقتها. عقولكم شحال عندي وانا معالي تخافوا، شحال عندنا وحنا معالي تخافوا، عندنا من الصيف وحنا مع ستي بخيف يفتحوا في اكتوبر، بعدنا نوفمبر دوكا حنفتحوا في ديسمبر. ياس، واحد ما قال لي وشنو، ما حد ما قدر يجيبها، حتى واحد ما قدر يتنبأ وشنو هو المشروع، حتى لهم التوب سيكريت ما خرجتش الهضره. طبعا انا مسو هابي لان احنا نوصيها، سو راح تعرفوا قريبا جدا وشنو هو المشروع. And I know you will be proud، راح تكونوا فخورين انه حاجه مخدمنا بالخفاء وهكا بالسكوتي سيوا كينبشوا يعرفوا شنو انا يعني توجد حاجه بصح كاز خرجت لم تتسرب المعلومه. I'm so happy لانه الحال الطريقه اللي احنا نوصي لكم بها is so special. سو هذه هي. واش كاين ثاني؟ عندنا فاميلي ايفنت ان شاء الله يا رب، ماشي وان عندنا تو عندنا تو واحد جاش غل هكا واحد عندنا مده، وحنا يعني لولا وفاتي ما الله يرحمها كنا مسافرين لونطون درنا، مي معليش كل حاجه في وقتها. سو هذه هي نزلاني هابطه الجزائر، هاد سمعنا الجايه ان شاء الله، وراح نطول شويه بزاف خدمه بس الحمد لله. يلا البنات مسنا فيا راني نسين ماك تي في نقصر فيها معكم. تفكرت ما قلت لكم نورمالمون بصح صبروا. بلاك فرايداي، شوفوا لي فولاغ لي كولور كاع راهم ديسبونيبل. الناس اللي ما يشروش في هذا البلاك فرايداي ما تجوش تقولوا لي اميره وقتاش لي برومو تاع الخمارات، انا هضرت معاكم جوج تقولوا لي برومو درت مع ليكيب والله وسكسوهم. قالوا لي اميره نديرو غير السامبل نديرو البرومو، قلت لهم كاع لي فولاغ برومو كامل بيرلي فيرميتور كلش كلش كلهم 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 كلهم. دونك راهم كامل اليوم 24 عندكم، اليوم الجمعه الجمعه عندكم لي فولاغ راهم 1200 اوليو دو 1500 بوندون 24 بروفيتيو في كامل المحلات تاعنا في الويب سايت. دونك لي دير كوموند اليوم عندها الفولاغ 120000، وتروحوا لحوانتنا كيف كيف لي فولاغ كاع 120000، وكاين دي برومو يلحقوا حتى 70% في لي فاتمون لي لونسيان كوليكسيون لي كوستيم العبايات لي غوب كلش راه برومو بروفيتيو. باش ما نخرجش نقول اميره وقتاش دينا برومو، انا قلت لكم بعد برومو حطول روحوا بروفيتيو بصحتكم. اهلا، حاسس شايف حضرتك قبل. جينا للمول انه بكره عندنا، مش عندنا بكره، بكره عندنا اشي كتير كتير حلو وراح ناخذكم معانا. البيربس تبع دبي هو البيربس، علاش هذاك علاش جوله دبي tomorrow سو جينا نشرب حوايج tomorrow special special something very special. هذه هي هلا انا رحنا دبي مول، حبيت ان نفيزيتيها. شوفي واو كريزي. دونك جبتها لدبي مول زعما الرومي، مي ما قدرناش نديرو دبي مول اكسبيرينس باسكو عندنا ريزيرفينا ريستورون على 8 غير راح الحال. وهنايا ما تحبش لي مول، يلا روح. دونك داروا لي برومو دايرين بلاك فرايداي الدنيا بصح شنو مفيش حاجة تغير فيها تو بي انست. المهم اللي هي نخرج من زغاح المصري قال لي انا شفتك قبل كده يعني انت مشهوره العالمية خلاص كي ولينا تعقلونا نصاروا والعراقيين خلاص ما قعدش
تواضع. المهم وين دخلنا؟ هذا هو المشكل في الجو هنا. هو الحفله لتحت كي تجو لهنا البروبليم تاع دبي مول سي كو تنساي وين قاريتي. تسمى انا كي ندخل دبي مول دونكم لا غاليري تاعي لكم هنا كابتشر ديكرون نصور كل كوان باش نشوف من الدور منين جيت منين هادي باش ما نتبحرش. دبي مول الله يبارك فيك كبير كبير قوي.